هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها هذا الطفل كلمات تعبر عن مشاعر والده تجاهه. الفضل يعود لشريحة كمبيوتر صغيرة جدا زرعت في إحدى أذنيه. الشريحة طورها باحثون لمن يعانون من ضعف مزمن في السمع، وتمنح الأمل لآلاف بإمكانية سماعهم الأصوات أسوة بمن ولدوا من دون مشكلات. الشريحة طورت بطريقة خاصة حيث يتم شحنها عن بعد حتى تساعد المريض في السماع باستمرار من دون انقطاع، ويتم البحث أيضا في إمكانية شحنها من خلال الوسادة أثناء النوم. هذه التقنية تغني الأطباء في المستقبل عن زراعة القوقعة الإلكترونية التي لها عدة أجزاء داخل الأذن وخارجها لاستغنائها عن وجود أجهزة خارجية لاستشعار الصوت. هذه الدهشة التي رسمت على وجه تلك المرأة عند سماع صوتها للمرة الأولى أعطت الأمل أيضا لكبار السن في إمكانية سماعهم الأصوات بشكل طبيعي نوعا ما. فشريحة إلكترونية تعطي أملا كبيرا لعلاج مشاكل السمع في المستقبل.